نوع التداين بون راه اللي هو بول مامو في الظرف توا هو الحل الوحيد اللي نجمو يخرجنا من المأزق هذايا. بون بالنسبه لي انا اكبر غلطه تعملها تونس وقت كي تاخذ قروضات سورتو كي تبدا لي مونطون كبيره ياسر. توا احنا بالثوره واللحظه هذه تونس داخله في بعد الثوره يعني صارت لها برشا ازمات اقتصاديه في الامنيه برشا حاجات في سورتو في الاقتصاد دونك كانت تنجم تريق الحاجات انتيغن يعني كيما قفصه مثلا فوسفات قفصه مثلا كانت تنجم تلهي به السكتور هذاك كانت تنجم تحسن من سكتور التوريزم كانت تنجم تحسن زادة في السكتور لاغريكول بيسكو احنا شمال الغرب الكل تبارك الله عندنا موارد طبيعيه ياسر كنا نجمو نستغلوها في برشا حاجات كنا نجمو زادة نعملو الانفستيسمون سواء في التكستيل يعني بسكي نسيج والحكايات هذيك دونك تنجم تلقى حلول اخرى ابار انها تمشي هي اسهل طريقه اختارتها هي التداين. الاصل في المجتمعات غير الدين لكن اذا اقتضت ضروره للدين يجب ان يكون الدين موجه بطريقه سليمه وقويمه ما تثقلش كاهل البلاد وبالتالي كاهل الشعب حتى لا نكون مرتهنين في السياده. والله يا بروبو التدين هو كيبدا الواحد ما يخدمش يتسلى فلوس بالسيف ما يرجعها، فما بالك الدوله ماهيش قاعده تنتج ماهيش قاعده تعمل في اكسبور تتسلى في فلوس ما نعرفوش وين ماشيه ما نعرفوش فاش باش يستعملوها كيفاش باش ترجعها. الرسمي اللي قاعد ياخذ في القروض هذه اسكا عباد معناها بالرسمي بروفيسيونيل قاريين عارفين عملوا ايتيود نتاع القروض هذه اش باش يعملوا بها ولا الله اعلم هذا اون دوموس نجم نقول لك. بالنسبه رايي شخصي معناها قروض بون معناها جيت لهم تعذر هو نستحقوا القروض سي فري خاطر ما عانيش يمكن ليكيداسيون مي ولينا برشا ناخذوا فيهم والسمعه نتاع تونس ماشيه معناها بالنسبه ما عادش فما معناها ثقه في البلدان الاخرين دونك ولاو يعليونا في لي تو دانتيري دو تيل فاسون رانا ناخذوا في قروض باش نخلصوا لي تو معناها الانتيريس معناها ناخذوا فيه. ما يصلحش ويضر البلاد ويضر الاقتصاد ما يحب حتى واحد. بقينا نحن كما قلت لك مكره اخاك لا بطل يلزمنا ندينو باش نجمو نكملو ونجمو نواصلو ونجمو نوقفو البلاد على ساقيها ما عندناش حتى حل اخر. كل حاجه عندها بوزيتيف والنيجاتيف نتاعها، بالنسبه للتدين الخارجي في اغلب العناصر نتاعو نيجاتيف على خاطر سان انديكاتور اللي البلاد ماهيش قاعده تصدر في حد شيء، ما عندهاش اندستري قويه، ما عندهاش ان سيرفيس معناها دي سيكتور اكسبورتاتور قويين. لكن او ميم طون معناها يخلينا نتجنبوا بعض الازمات الاقتصاديه معناها دو طون زون طون. حسب رايي يلزم يكون الدين نعملوا به استثمار، الدين هذاك اللي ناخذوه باش الدوله تعمل الاستثمار والمشاريع. القروض الخارجيه تضر بالبلاد خاطر تخلي البلدان الاوروبيه بصفه خاصه تاثر على الاراء نتاعنا، تاثر على المواقف نتاعنا، ما تخلينيش نتحكموا في امورنا الخارجيه والداخليه معناها كيف كيف معناها تضر بينا اي طريقه تضر. القروض اللي خدتها البلاد هي عندها دوز اسبي معناتها الاسبي الاول انها هي بوزيتيف انه معناتها تنجم تحرك البلاد معناتها تعمل اللي كانوا معناتها نقصتنا اجور تنجم معناتها تخلص الناس، اما الاسبي الاخر انه هو نيجاتيف خاطر هكا تعمل تبعيه البلدان المتقدمه فما برشا شكون الدور دانتيغي معناتها كبير برشا اون برانسيب معناتها كون كونكلوزيون نيجاتيف نتاعها اكثر من بوزيتيف انا حسب المره. التدين الخارجي نتاع تونس يعني مع حكومة سي مهدي جمعة يعني نشوف اللي الحكاية يعني كثرت على الأخر تونس يعني بمعدل ضعف برشا مرات يعني من قبل الثوره كي نجيو نحسبوا 2015 التو نتاع التدين الخارجي يعني فات القيمه يعني بريسك توا نحن تونس الكل مسالين في 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 فلوس للخارج من والمشكله مش غادي المشكله اللي الفلوس هذه ويني توا الفلوس هذه شنو عملنا بها الفلوس هذه وين مشت الله اعلم. القروض الخارجيه والتدين الخارجي بصفه عامه معناتها نجم نقول عليه باهي وخايب
شنو نبداو باهي باهي على خاطر ما فماش دوله في العالم منخرطه في المنظومه الاقتصاديه سورتو منخرطه كيما مثلا اتيتر ديكزامبل تونس في الاو ام سي ما تنجمش ما تقترضش من العالم اولا ثانيا لازم نقترضوا من الخارج على خاطر شي نحن دوله فقيره اولا وماناشنا دوله مصنعه لازمنا نقترضوا للتنميه وقتاش يولي القرض خايب وقت اللي القروض اللي لاحظناها مثلا في المده الاخيره اللي تمشي للاستهلاك ماهيش قروض تنمويه لهنا يولي نتكبلوا بالقروض هذيا معناتها حتى التو دانتيري والانتيريس نتاعهم يمشيوا كبار دونك نولوا نحن مكبلين وهذايا يولي خلينا معناتها القروضات في تونس القروضات الخارجيه بصفه عامه تولي هي معناتها وكانها سو فورم تاع املاءات من الخارج ونولوا مكبلين بها وتولي التدخل الخارجي او المتمن الداين معناتها اللي يسلفنا الفلوس يولي يدخل لنا حتى في السياسه الداخليه نتاعنا بالنسبه للقروض القروض هو حتى زاد يعني نفس الحكايه كيما الجماعه الاولانيين بالضبط فلوس تدخل وتمشي ما نشوفوهاش جمله جات قروض يعني باش يستعملوها مثلا كيما البرجات تاع ابو سالم ولا تاع جندوب ولا حاجه ولا صح هم جماعه ياكلوها ويمشوا فهمت هذيك تونس يعني غرقت 100% كيما غرقت ابو سالم بالضبط